وأولى مساحاتنا لليوم رح تكون ضمن المساحة الطبية وخصصناها للأطفال. رشا، قديش اليوم الأهالي عم بيعانوا من بعض الأمراض اللي بتكون وبتلاقي في مواسم يعني للأمراض خاصة بالشتاء. اليوم بالشتاء ودائما الطفل هو غير قادر يعبر عن وجعه وعن مكان الوجع، لهيك كتير مهم يكون عندنا هيئة الثقافة ولو بشكل محدود. اليوم نعرف اليوم طفلنا وقت اللي بيشكي من جهة معينة مش ممكن نحن نقدر نشخص هذا المرض. صحيح رشا، واليوم خصصنا مساحتنا لنحكي عن مرض التهاب القصيبات الشعرية، وأكيد بيسعدنا نرحب بالدكتور خالد مصطفى اختصاصي بأمراض الأطفال. يسعد صباحك. أهلا وسهلا دكتور. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. دائما نحن بالشتاء بتكثر الامراض وخاصه نزلات البرد الزكام، اي شيء بخص الجهاز التنفسي بتلاقي في حساسيه كثير زايده بالجهاز التنفسي، ففورا بيتعرض للنكسه او للمرض. خلينا اليوم هيك نسلط الضوء اكثر عن التهاب القصيبات الشعريه، شو هو هذا المرض؟ تمام. هلا بالنسبه لامراض الاطفال مثل ما تفضلتي، هو اكثر سبب للوفيات عند الاطفال هو التهابات زيادة الجهاز التنفسي. نعم. والجهاز التنفسي نحن مثل ما بنعرف انه هي كمقدمه عنه، هو جهاز تنفسي علوي وسفلي. العلوي بيبدا من الفم والانف ليوصل لتحت اللسان المزمار، بعدين الجهاز التنفسي السفلي. هلا التهاب القصبات الحاد اللي هو هلا صراحه هو شغل شاغل اكثر الحالات اللي عم تراجع. صحيح. هو مرض موسمي مثل ما تفضلت، هو كمرض كثير ناس بتحكي عنه، كثير طلعت اشاعات عنه مثله مثل امراض ثانيه، مثله طلعت امراض مرض الكوفيد اللي ظهر. التهاب القصيبات الحاد هو التهاب فيروسي بالرقم الاول. المشكله الثانيه اللي بتكون هي فيروسيه، مشان هيك بتكون في كثير اخطاء بالتدبير وبالتشخيص، وهون بيكون المشكله الكبيره اللي نحن بنعاني منها عند الاطفال. مثل ما تفضلتوا ان الاطفال ما بيقدروا يعبروا عن مكان الوجع. التهاب القصيبات اذا هو مرض فيروسي بصيب، في شغله ثانيه بصيب كل الاعمار، ما بصيب بس الاطفال، بصيب اي عمر، بس اكثر شيء اللي بتاثروا فيها هن الاطفال لاكثر من سبب. اولا الاطفال وخاصه هو كمرض بيصيب الاطفال دون السنه، وبعض المراجع ممكن تمد العمر لعمر السنتين بهالفتره هي. هو مرض بيصيب الاطفال الصغار خاصه دون السنه بالاشهر بسبب الطبيعه التشريحيه وليس بسبب وجود مشكله تحسسيه عند الاطفال. وكثير الناس بيغلطوا وبيربطوه انه الطفل اذا عنده التهاب قصيبات بالاعمار الصغيره هو ربو ولا لا. التهاب اذا ليش بصير عنده اكثر من غيرهم مع انه كل الناس بيتعرضوا الكبار والصغار؟ لانه هن الاطفال عندهم قطر القصيبات الشعريه او القصيبات الانتهائيه قبل ما نوصل للحويصلات اللي هي بتبادل الغاز، هي ضيقه كثير. وهالتضيق هذا اللي موجود التشريحي اللي بعد فتره بيكبر تماما، بصير في وزمه بالجدار اثناء الالتهاب، رح يصير في تضيق. الشغله الثانيه هدول الاطفال بصير عندهم مفرزات زياده كمان بالسكر. الشغله الثالثه المهمه كثير عند هدول الاطفال، في عندهم ضعف بالعضلات، تركيبة الأضلاع اللي عندهم بيكون غضروفية، السمانة أخذت الشكل العظمي القاسي، كيف في مرونة، هالمرونة بتساعد أنه يصير في هذا التضيق عند الأطفال. عشان هيك حتى ما نوصم أن المرض أنه هو يصيب الأطفال، أنه يصيب كل الأعمار. بس الأطفال يوم بس أطفال أكثر، هم أكثر عرضة بسبب الشكل التشريحي اللي حكينا عنه. إضافة إلى ذلك أنه الأطفال الصغار نحن بنعرف بطب الأقمار، رح نحكي معلومات يعني طبية بقدر ما هي توعية للناس اللي عم يشاهدونا هلا، أنه هن طبيعتهم الخلايا اللي عندهم اللي بتعمل مناعة هي الخلايا اللمفاوية اللي بتكون مسيطرة بالفترة الأولى، مشان هيك ممكن كمان هذا عامل يسبب أنه هدول الأطفال معرضين أكثر. هلا بنقول أنه هذا المرض له مواسم، طبعا هذا المرض يصيب الاطفال خلال الشهر تشرين الثاني، تشرين الاول، تشرين الثاني، والذروه بتكون هلا بكانون الاول، كانون الثاني بتمتد حتى تماما تمتد من كانون الثاني حتى شباط. طيب دكتور، كونه حكيت انه هذا المرض الجميع عرضه للاصابه فيه والاطفال هنن اكثر عرضه اكثر تاثرا، يعني حددت الفئه العمريه هي تقريبا اقل من سنه، فهدول الاطفال ما بيعرفوا يعبروا عن شو بيوجعهم بالضبط. فخلينا نحكي اليوم شو هي الاعراض يلي بدها تكون ظاهره عند الطفل لحتى الاهل ينتبهوا لها. تمام. اهم الاعراض عند هدول الاطفال الصغار هي ضعف الرضاع. الطفل الصغير بس يكون في اي مشكله عنده باي جهاز من الاجهزه بتخف الرضاعه عنده لعند هذا الطفل، بصير في عنده. الشغله الثانيه بالجهاز التنفسي هو اول عرض بيظهر عند ظهور اي مشكله بالجهاز التنفسي هي تسرع التنفس،
بيراجعونها الاهل انه الطفل ممكن يصير في سعال طبعا، بس انه اكثر شكوى انه الطفل عم يتنفس في صعوبه في التنفس او تسرع في التنفس، عم يتنفس بسرعه او عم يخرج رغوه من الفم بسبب المشكله التنفسيه. الشغله الثانيه بصير في حراره عند الاطفال، الترفع الحروري اللي هو اكثر عرض بيراجع فيه الاطفال عياداتنا. الشكوى الثانيه ممكن تصير عند هذول الاطفال، الثالثه حتى ممكن نقول انه ممكن يصير في الاجهزه الثانيه، ممكن يصير في اعراض ممكن بيترافق كثير التهاب القصيبات الشعريه مع التهاب الاذن الوسطى عند الاطفال، وبيترافق بالم وبكاء عند هذا الطفل، اضافه الى الشغلات الثانيه ممكن نلاقي زرقه عند الطفل، ممكن نلاقي علامات تجفاف عند الطفل بسبب سرعه التنفس عنده، ممكن يضيع كميه كبيره من السوائل ويصير عنده علامات تجفاف غير العلامات التنفسيه الموجوده عند الطفل. طيب خلينا نروح لرحلة العلاج. دائما نحن بنعرف انه وقت اللي بيكون في حرارة بالجسم هذا دليل على وجود فيروس مو ضروري اليوم بالقصبات بشكل عام، في فيروس بالجسم، ولكن الاطفال لهم رحلة علاج خاصة مناسبة لاعمارهم بهذا المرض. حكيم اليوم حضرتك كيف بتشخص المرض وشو هي الاجراءات الوقائية والدوائية؟ هلا هذا المرض هو تشخيصه صراحة سريري، يعني الاعراض السرية الموجودة، الموسم اللي بيصير فيه هذا المرض، العمر بيحدد كثير، يعني طفل عمره 4-5 سنين انا ما بقول التهاب قصيبات شعريه، بدي افكر باسباب ثانيه. التشخيص هو بالاعراض السريريه، طبعا ممكن وسائل مساعده اللي هي صوره الصدر اللي نحن ممكن نطلبها، بصراحه بنستفاد منها صوره الصدر اكثر من تشخيص المرض، ما انه نكتشف شغلات هي عند الطفل ما كانت مبينه. في تشوهات ممكن الاشعه اصلا تماما، بنعمل صوره الصدر لحتى الطفل عنده التهاب قصيبات شعريه، عنده زله، عنده تسرع تنفس، بيطلع معنا عنده شيء ثاني. تشوهات يعني هي صوره الصدر ما كثير هي مفيده بالتهاب القصيبات الشعريه، بس ممكن لها بعض العلامات الموجهه. الشغلات التحاليل المخبريه انه التهاب فيروسي، ونحن بنعرف التهابات الفيروسيه ما في شيء نوعي بالتحاليل المخبريه. اذا هو الاعراض هي الاكثر اللي نحن بنعتمد عليها. التحاليل المخبريه مثل ما حكينا ما هي كثير موجهه صوره الصدر. شغله ثانيه هلا كثير نحن بنستخدمها هو الاوكسيميتر، جهاز نسبة تشبع الأكسجين اللي بنستخدمه لنشوف نسبة التشبع، كمان هو كجهاز له إيجابيات وله سلبيات، لأنه إذا كان الطفل عنده برودة أطراف، إيديه باردة، وأخذنا جهاز الأكسجين بيعطينا نسبة الأكسجين أقل. عند الأطفال أو بشكل عام حتى عند الكبار لازم تكون نسبة هي الأكسجين بهالجهاز الموجود هلا بعد موجة كورونا موجود عند الكل صحيح بالبيوت، ممكن نستخدمه إذا كانت هالنسبة التشبع اقل من 90 هون ممكن توجه انه بصير في عنده نقص اكسجين هدول الاطفال. التحاليل الثانيه ما كثير يعني رح تقدم، في تحليل بي سي ار ممكن ياكد هذا، بس نحن بنستخدمه بشغلات وبائيه لحتى ناكد التشخيص انه هذا المرض، بس ما رح ياثر على العلاج. كعلاج كمان اليوم عم تروح حضرتك للمضادات الحيويه؟ هلا هي النقطة اللي أسرتيها هي نقطة كثير مهمة، لما بقول نحن التهاب فيروسي بنستخدم صادات هو الخطأ الكبير. علاج التهاب القصيبات الشعرية هو بالدرجة الأولى إعطاء الأكسجين عن طريق إعطاء الأكسجين والرزاز بالأدوية اللي هي موضعية. هون كمان بصير في كثير لغط بالموضوع، أنه الأهل بخافوا من موضوع الرزاز، أنه أنا إذا حطيت للطفل جلسة إرزاز هذا الطفل رح يتعود على الرزاز وهذا خطأ شائع، حيتعرض لنكسات فيما بعد. تماما كثير شائعة كثير كثير اللي بصير هذا الحكي. الشغلة الثانية بالاتجاه المعاكس بيجوا الأهل بيراجعونا أنه الطفل ابني أنا دكتور ما بيستفيد إلا على الإبر، أعطيه إبرة التهاب. طب هذا كمان بالعكس، احنا بالتهاب القصيبات ما بنعطي صادات، بنعطي صادات لما بصير في اختلاط، شكينا مثل ما حكينا بالتهاب اذن الوسطى، شكينا او ذات رئه، تطور الالتهاب الفيروسي بصير في انتان ثانوي. شغله كثير مهمه مؤكده حتى احصائيا، ما بصير انتان ثانوي مع التهاب الفيروسي بالتهاب القصيبات الشعريه بالاعمار الصغيره نادرا، واكثر شيء بينصاب جرثوميا هو السعال الديكي كمرض، ونحن الحمد لله السعال الديكي كمرض موجود ضمن اللقاحات الروتينيه اللي بياخذوها الاطفال صح. وفي حمايه الاطفال الصغار. هلا هو بصيب يعني ذروه العمر اللي بصير فيها تقريبا 6 ل 8 اشهر الاطفال الصغار ليش ما بيصابوا؟ لانه في عندهم مضاد جاي من الام. هون في شغله كثير مهمه قبل ما نوصل للمعالجه، هي كانت الوقايه. الوقايه لحتى في اطفال عندهم عوامل خطوره يصير عندهم هذا المرض، هن مين؟ الاطفال اللي مثلا اولاد القيصريه عامل خطوره لدرجه كثير، مثلا الارضاع الاصطناعي
هو عامل مؤهل يصير في التهاب قصيبات شعريه، الازدحام، ظروف التدفئه الموجوده، المكيفات او مدافئ تمام عم يستخدموا وسائل تدفئه هي ما لا كانت تستخدم تمام ما صحيه، وجود العت، وجود الغبار في المنزل، وجود الحشرات الصراصير اذا كانت موجوده في المنزل، كلها هي عوامل مؤهبه. نحن اذا هدول العوامل المؤهبه اذا حمينا الطفل منهم المراحل الاولى ما راح نوصل لنا للعلاج. نحن العلاج اذا هو اعطاء الرزاز للطفل عن طريق جهاز الارزاز اللي هو مانو خطر ابدا وهو جهاز موضعي، هاي الادويه ما راح تاثر على الطفل لانه تاثيرها موضعي. الشغله الثانيه اعطاء السوائل للطفل لانه هي بالحاله بصير في تجفاف. الشغله الثالثه نحن بنستخدمها ممكن ان نضبط حراره الطفل، في حراره نعطي خافض حراره لهذا الطفل وتغذيته مثل ما بنأكد على الارضاع الوالدي. هلا في ادويه ثانيه ممكن تستخدم، ممكن يستخدموا الاضداد، هي ادويه حديثه صارت تنعطى بالار سي، يعني هو السبب الاساسي هو فيروس الار سي في اللي حكى عنه من فتره، هو مرض جديد ظهر في العالم، لا هو مرض قديم من عام 1901 موجود هذا المرض ومعروف، هو بيصيب الاطفال، سببه الار سي في او الفيروس المخلوي التنفسي. نعم. له علاج، ممكن نعطي الاضداد النوعيه لهذا او الجاما جلوبولين النوعي له، او الدواء الحديث تجديد الريبافرين هو المضاد الفيروسي. نعم. كمان مو جديد، قديم، بس يعني كمان استخدامه هو مكلف وغير متوفر وما بيقدم كثير بالانذار. قد ايه رحله العلاج دكتور؟ يعني قد ايه؟ التهاب القصيبات الشعريه الفيروس موجود بيضل تقريبا ممكن فتره الاعراض تستمر اسبوعين، ممكن تستمر ثلاث اسابيع. العلاج هو مثل ما حكينا، هو بالدرجه الاولى هو علاج عرضي اكثر من انه هو نوعي. طب خلينا دكتور بالوقت المتبقي نقدم نصائح اخيره لكل الناس، او اذا بتحب تضوي على نقطه نحن ما ذكرناها. تماما، هي النقطه المهمه بالموضوع انه نحن ما نستخدم الصادات الا براي طبيب يكون في شك تام. الشغله الثانيه انه كمرض هو ممكن الوقايه منه، مثل ما لاحظنا ما في لقاح لحتى ناخذه يصير في وقايه منه، ما في علاج نوعي لحتى ناخذه نحن ويحمينا منه، هو الوقايه او الحمايه الشخصيه اللي هي النظافه. هذا الفيروس بيقعد أربع ساعات على اليدين، إذا الأهل اللي بيتعاملوا مع طفلهم الصغير الموجود خاصة الصغير كل فترة الولادة كل الأهل بصيروا بيهتموا بهذا الطفل، بيحبوه، بيقربوا عليه زيادة، هذا الشيء لا، إذا بنتعامل مع هذا الطفل الأم خاصة لما بترضع الطفل تغسل إيديها إذا كانت هي مصابة بالفيروس، لأنه الكبير هو اللي رح ينقل العدوى لهذا الطفل. الوقاية لا نستخدم الأدوية إلا إذا في استطلابها. الحالات الشديدة وين بتوصل دكتور؟ تمام، الحالات الشديدة هي نادرة بهذا الالتهاب الفيروسي، هو محدد لحاله بصراحة. الحالات الشديدة أول يوم والثاني والثالث من التهاب القصيبات الشعرية ومناعة الطفل والبيئة المحيطة فيه والتدبير الجيد للحالة بيشفى الطفل، بعدها ممكن يصير في عنا ذات رئة شديدة وقصور تنفسي واضطراب شرري، وهدول الحالات اللي هن ممكن يسببوا الوفاة عند الأطفال، وهي نسبة وفاة قليلة جدا 1%. نعم. عند الأطفال ما لنا نسبة كبيرة. أكيد. بنتشكرك دكتور خالد مصطفى أخصائي أمراض أطفال على كل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وبنقول دائما الوقاية والانتباه من الأم أكيد حيوفر رحلة العلاج إن كان على الطفل وإن كان على الحكيم. شكرا لحضورك. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله شفاء لجميع الأطفال والله يخليكم. أكيد. شكرا كثير دكتور ولوجودك معنا.